بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة. ما زلنا مع بعض في مسيرة إجابة المئة فقرة من كتاب الامتحان. النهاردة بإذن الله موعدنا مع الفقرة 15 بعنوان عائشة بنت أبي بكر. تعالوا بقى نتوكل على الله ونشوف هنراجع المرة دي ايه من خلال هذه الفقرة، لانها فقرة الحقيقة بتمس درسين مهمين قوي 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 عندنا، وهو الدرس الاول هو الاسماء الخمسة والدرس الثاني كلا وكلتا. فان شاء الله في فقرتنا النهاردة هنركز شوية على الدرسين دولت، لانهم حتى مذكورين صراحة في كتاب المدرسة، والممتحن لما يحب يعني يتلاعب بالأسئلة بيركز قوي على الدرسين دولت، لان طبعا علامات الاعراب هي اللعبة كلها في الدرسين دول. فان شاء الله النهاردة هنشرحهم حتى بطريقة جديدة كده اللي هي طريقة الخريطة الذهنية، فبإذن الله نستفيد ويكون معنا كده ورقة وقلم وبندون ملاحظاتنا بإذن الله. الفقرة بعنوان عائشة بنت أبي بكر. عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين، حطت خط تحت ابنتين، طبعا ابنتين هنا نعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ابنتين تحمل هي ابنتين، يبقى ابنتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت بنتيها كل واحدة تمرة ورفعت التمرة إلى فيها، إلى فيها طبعا فيها هنا يعني فمها يعني، فكلمة فيها هنا دي بقى من الأسماء الخمسة اللي احنا قلنا هنتعرض ليها، اللي هي اسم مجرور وعلامة جره الياء، الياء لأنها من الأسماء الخمسة، وطبعا الأسماء الخمسة لها شروط هنتعرض ليها، بس بعد ما ايه في آخر إن شاء الله بعد ما نعرب الفقرة هاخد كلا وكلتا كده على جنب هي والأسماء الخمسة ونشرحهم بإذن الله. لتأكلها، بس عرفنا فيها الأول ايه، ها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وطبعا الضمير اللي هو في كلمة فيها، الضمير هنا اللي هو الهاء يعني في محل جر مضاف إليه، لأن أي ضمير يتصل بالاسم طبعا زي ما احنا عارفين بيتعرف في محل جر مضاف إليه. لتأكلها فاستطعمتاها ابنتاها فشقت التمرة التي أرادت أن تأكلها، يعني الست لسه بتأكل التمرة بتاعتها، فبنتيها الصغيرتين استطعمتاها يعني عايزة تأكل يعني، فطبعا انت عارف الام بتطلعها من بقها وتديها لاولادها زي ما بيقولوا، فالست دي ما هنش عليها تاكلها وقامت شقت التمره اتنين وقامت مديها لدي نص ولدي نص. طبعا هنا الموقف منتهى التضحيه والعدل يعني الاثنين مع بعض، عشان كده هيبقى جزائها كبير قوي الست دي. التمره التي ارادت ان تاكلها بينهما فاعجبني شانها، انتبهوا كلمه شانها فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، شانها فاعل والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. الحته ده انا بخاف قوي من الفعل اعجبني، ده كلمه اعجبني واي فعل فيه نون الوقايه عموما زي ضربني جاءني زارني اسمها نون الوقايه، دي هنسميها نون الوقايه لانها بتقي الفعل من الكسر. المهم نركز في حكايه اعجبني دي، ايه اللي انت بتخاف منها ليه يا استاذ؟ لان اللي بيجي بعدها فاعل مش مفعول به، يعني طلبه كتير جدا وانا بتناقش معاهم مثلا في الحصص العاديه واقول له مثلا اعجبتني السماء، اعربوا السماء، الاقي طلبه كتير جدا تعرب السماء هنا مفعول به على اساس ان انا اللي اعجبت يبقى انا الفاعل والسماء مفعول به، حتى انا حاسس ان في ناس بتقول يا استاذ ما هو صح كده، لا طبعا غلط. غلط طبعا وغلط صريح كمان، ليه؟ لان اعجبتني السماء انا متاثر، السماء مؤثره، يعني مين اللي عمل فعل الاعجاب؟ السماء هي اللي هي اللي هي اللي اثرت فيا، فانا متاثر ولست مؤثر، فالسماء اثرت فيا، السماء فاعل انا مفعول به لان انا اتاثرت بالموقف. اقول لكم بدون فلسفه، الفعل اللي فيه نون الوقايه زي ضربني وجاءني وزارني وكده اللي بيبقى بعديه فاعل، يعني اي حاجه افعلني او فعلني اللي جاي بعدها فاعل، لما اقول ضربني محمد، محمد فاعل لان محمد هنا اللي ضربني، صح ولا لا؟ اذا الفعل الذي به نون الوقايه، يعني ايه نون الوقايه تاني؟ اللي هو على وزن ضربني جاءني اعجبني وهكذا. على كده بقى يا استاذ الياء في اعجبني مفعول به؟ ما هي اعجبني عباره عن ايه؟ معلش واحده واحده الحته دي انا طولت فيها شويه لانها مهمه وجابها في امتحان ثانويه عامه قبل كده. اعجبني قال له اعرب الياء في اعجبني، شفتوا بقى هو كان جايبها ازاي؟ ما كانش جايب كلمه بعدها تعرب فاعل، لا ركز على الياء اللي في اعجبني، الضمير هنا مفعول به. يعني اعجبني متكونه من كام كلمه كده؟ من اعجب اللي هي الفعل، ونون الوقايه
اللي هي بتقي الفعل من الكسر لاتصاله بياء التكلم، والياء دي ضمير مبني في محل نصب يا شباب، في محل نصب مفعول به. عموما الياء التي بعد نون الوقاية بتعرب مفعول به، فانتبهوا. فأعجبني شأنها، شأن هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة قلنا، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن أي ضمير بيتصل بالاسم بيعرف في محل جر مضاف إليه. فذكرتها والذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أوجب لها بهما الجنة، يا بختها، وأعتقها من النار بهما. يعني الست دي دخلت الجنة وأعتقت من النار بسبب سعيها وبسبب عدلها وتضحيتها من أجل ابنتيها. بعد الإعراب بيقول لي استخرج بقى، استخرج مصدرا مؤولا وبين موقعه الإعرابي. ما تنسوش ان احنا كمان شوية كده بعد ما نخلص الفقرة هنمسك كلا وكلتا، وهنمسك الأسماء الخمسة لأنهم مهمين قوي بصراحة. ها، مصدر مؤول. المصدر المؤول هنا الجملة بتاعت أن تأكلها، أرادت أن تأكلها، صح؟ ليه؟ لأن احنا عارفين أن مصدر مؤول مكون من أن مفتوحة الهمزة زائد الفعل المضارع. وعلى فكرة أنبه أبناء الطلاب يا شباب، مش شرط أن زائد فعل، ممكن أن زائد جملة اسمية، المهم أن الهمزة تبقى مفتوحة. يعني إيه يا أستاذ؟ قصدك إيه؟ يعني لو قلت علمت أن محمدا ناجح، أن هنا جت بعدها جملة اسمية كاملة، محمد ناجح، اي برضو جملة ان محمدا ناجح دي مصدر مؤول يا شباب. لان ساعات كتيرة او بتتشرح او بتذكر في كتب ان المصدر المؤول يساوي ان زائد الفعل المضارع، لا كده المعلومة ناقصة، ان زائد جملة عموما، هذه الجملة يبقى ان او ان، ايوه ان او ان، علمت ان محمدا ناجح. طب احولها ازاي دي؟ علمت نجاح محمد. فالمصدر المؤول هنا صحيح هنا جه فعل مضارع، لكن ما فيش مانع في قطعة تانية يجي أن طالما مفتوحت الهمزة، وبأكد عليها. يبقى أن تأكلها في محل نصب يا شباب مفعول به. وبعدين بيقول لي ضمير مبني، مصدر موقع الإعرابي، خلاص ضمير في محل نصب. الضمائر اللي في محل نصب اللي هي بتعرف مفعول به، الضمائر اللي في محل نصب اللي هي تعرف مفعول به. يعني تعالى نمشي كده، بقول عن عائشة بنت أبي بكر قالت، إيه رأيك في التاء دي؟ لا طبعا ما تنفعش، التاء دي مش ضمير أصلا، التاء في قالت تأنيس، حرف لا محل له من الإعراب. طب أعرف إزاي يا أستاذ إنها مش ضمير؟ إنها ساكنة، قالت، ما لا قلت قلت ولا قلت قلت ولا قلت قلتي، يبقى التاء دي حرف تأنيس لا محل له من الإعراب. جاءتني لسه، ده أنا لسه قايل من شوية، ها؟ الياء في جاءتني هنا مفعول به. مش احنا قلنا ان اي ياء تتصل بالفعل اللي فيه نون وقايه اللي هي ياء التكلم تعرف مفعول به، يبقى جاءتني. طب ما تيجي كده نفك جاءتني دي، مكونه من ايه جاءتني؟ من جاء زائد تاء تانيس، ايوه جاءت اهي تاء تانيس، والنا والياء. يعني جاءتني دي اربع كلمات مش كلمتين. انت ساعات بتشوفوا الكلمه دي كلمه واحده، وفي حين ان هي اربع كلمات يا جماعه. يبقى جاء الفعل الماضي وتاء التأنيس ونون الوقاية والياء المفعول به اللي أنا عايزها بقى. يبقى جاءتني الياء في مد. طب تعالى نشوف حاجة تانية، مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها. طب تعالى نشوف كلمة كده، أنا أطعمتها دي كم كلمة؟ أطعم والتاء تاء الفاعل المرة دي، أطعمت، شفت خدت حركة، خدت ضمة. ما طالما التاء خدت ضمة أو كسرة أو فتحة، تو تاتي، غنيها بقى طول النهار، ها، تو تاتي، تو تاتي دي تاء فاعل. لكن لو وقفت على التاء وسكنتها تبقى تاء تأنيس. صلى على النبي يا شباب كده، وإيه وركزوا معايا في الحتة دي، عشان في ناس كتيرة جدا بتخلط ما بين تاء التأنيس وتاء الفاعل. تاء التأنيس حرف لا محل له من الإعراب وهي ساكنة، اما تاء الفاعل فهي مضمومه او مفتوحه او مكسوره. وعلى فكره انا قلت الكلام ده في الفقرات السابقه، لكن انا بفترض ان مش كل الناس شايفه كل الفقرات، فعشان كده بعيد بعض المعلومات وبركز عليها، اما ليعلمها الجديد واما ليراجعها من سمع قبل ذلك. يبقى فاطعمتها، كم كلمه فاطعمتها ديت؟ الفاء ده حرف، اطعم حرف عطف، فاطعم الفاء دي حرف، اطعم فعل ماضي، تاء تاء الفاعل والهاء مفعول به. يا ريت لبقالنا قدره كده على كلنا ان شاء الله ان احنا نبص للكلمه نفككها، نفكك الكلمه يا جماعه،
عاملين زي يعني العين الثاقبه اللي بتشوف الكلمه على حقيقتها، مش بتشوفها كلمه واحده. يعني الطالب العادي لو جبت زميلك في او جبت اخوك الصغير ولا بتاع قلت له اطعمتها دي كام كلمه، هيقول لك كلمه واحده. ايه فيها ايه يعني؟ لا هي مش كلمه واحده طبعا، هي اربع كلمات: الحرف الفاء واطعم فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والهاء اللي هي المفعول به اللي احنا عايزينها بقى. انا بس من خلال ساعات بيبقى المطلوب حاجه معينه لكن بستطرد في حاجات اهم من المطلوب فعلا. اه والله بجد اللي انا بقوله ده اهم من اللي هو طالبه اصلا. فاطعمتها، طب تعالى نكمل جايز نلاقي حاجه مهمه برضو. يبقى ثلاثه تمرات فاعطت، ها ايه رايك في التاء دي؟ تاء تانيث ولا تاء فاعل؟ تاء تانيث ولا تاء فاعل؟ اه هنا فاعطت بنتيها، اعطت ده ما خدتش توتاتي، ما 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 اتغنتش معايا، اعطت سكتت خالص كده، عصفوره وقفت على شجره ساكنه خالص اهي، اعطت التاء ساكنه يبقى تاء تانيث. طب فاعطت بنتيها، ايه رايك يا استاذ الهاء دي؟ لا طبعا بنتيها، ما احنا بندور على ضمير في محل نصب، ما تنساش السكان عايز ايه. الهاء في بنتيها مضاف اليه، ملناش دعوه بيها لان اي ضمير بيتصل بالاسم مضاف اليه، بينما بدور انا على ضمير في محل نصب. هو طالب بعديه ايوه ضمير في محل جر، شكرا نطلعه يا عم. يبقى ضمير هنا في محل جر اللي هو كلمة بنتيها بالمرة لأن هو كان طلب. كل واحدة تمرة ورفعت التمرة، ها ايه رأيك التاء هنا تأنيث ولا فاعل؟ رفعت، مش معقول بقى ده رابع مرة يا راجل، ها رابع مرة يا بنتي، ها رفعت، لا ده ما خدتش توتاتي، يبقى التاء تأنيث، حرف لا محل له من الايه؟ من الإعراب. فرفعت التمرة إلى فيها، طبعا الهاء برضو في فيها في محل جر مضاف إليه، لتأكلها. اه هنا ده كمان ضمير اهو في محل نصب، لتاكلها. طب ما تيجي نلعب اللعبه اللي كنا بنلعبها كده، نفكك الكلمه، لعبه التفكيك ديت. لتاكلها دي كام كلمه؟ اللام تاكل الهاء، صح كده، يبقى الهاء في تاكلها في محل نصب مفعول به. فاستطعمتاها، تعال نعد دي بقى مع ما شاء الله، كلمه دي جمله بقى ولا 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 سطر دي ولا ايه بقى الكلمه دي؟ فاستطعمتاها، نفكك نفكك الفاء، استطعم تاء ألف هاء. الفاء ده حرف مش كده؟ حرف، سيبك منه حرف استئناف، حرف جواب شرط، المهم حرف وخلاص، مش جواب شرط ولا حاجة، بس بنقول إيه؟ إن هي دي الفاء، فاء حرف. استطعم ده الفعل الماضي، التاء ده تاء تأنيس. طب الألف دي ألف الاثنين، فاستطعمتا الاثنين أهي، ها؟ لو كانوا ولدين كنا نقول إيه؟ لو كانوا الولدين كنا نقول فاستطعماها، لكن هم عشان بنتين قلنا ايه؟ فاستطعمتاها. يبقى التاء هنا تاء يا شباب؟ تاء تانيث، والالف هنا فاعل. طب مين بقى الضمير اللي في محل نصب؟ الهاء، تمام كده، الهاء دي في محل نصب مفعول به. ابنتاها، لا ده مالناش دعوه، دي مضاف اليه، الهاء في ابنتاها. انا بقول كل حاجه يا جماعه لان انا عارف ان في ناس كتيره جدا مستويات كتيره جدا قاعده دلوقتي بتسمعني، فارجو ان انا اوفي كل العقول لان ساعات في عقول كتيره جدا بتتسرع في الضمائر، ما بيهمهاش ده اسم ولا فعل، المهم عايز الضمير وبس وخلاص. لا طبعا يا جماعه نخلي بالنا من الحاجات دي. ابنتاها فشقت، ها ايه رايك في التاء هنا؟ دي تاء تانيث طبعا، اوعى تخلط. فشقت ما جتش ما اتحركتش. فشقت التمرة، فشقت عفوا، فشقت التمرة التي، شقت هي التمرة التي أرادت، ها تأنيث برضو، أن تأكلها، الهاء مفعول به، بينهما مضاف إليه أعجبني، هنا الياء مفعول به، الياء في أعجبني، أنا هجري شوية بقى، الياء في أعجبني في محل النصب مفعول به. فذكرتها، الفاء وذكر وتاء الفاعل والهاء مفعول به، والذي صنعت دي تاء تأنيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل قد أوجب لها بهما الجنة، وأعتقها، الهاء هنا في أعتق في محل نصب مفعول به. ده كان عن ضمير في محل نصب وضمير في محل جر. ضمير لناسخ وبين نوعه، عفوا عفوا، خبر لناسخ وبين نوعه، خبرا لناسخ وبين نوعه. طبعا احنا عارفين ان اخبار الناسخة، او عفوا الكلمة ناسخ تعني 30 ناسخ، انتبهوا يا شباب، كلمة ناسخ في اللغة العربية، ما أقولك ناسخ واسيبها كده مفتوحة، يبقى عندي ست حروف إن وأخواتها، وعندي لن فيها للجنس، وعندي كان وأخواتها، وعندي كاد وأخواتها، فلما تجمعهم على بعض كده تقريبا 30 ناسخ. بس عشان ما نكبرش الموضوع، هو إن الله عز وجل قد أوجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سطر تقريبا، إن الله عز وجل ها قد أوجب، يبقى جملة قد أوجب كلها في محل رفع خبر إن اللي هو الناسخ. مضارعا منصوبا وبين الأداة،
كلمة مضارع منصوب، أنا عارف طبعا المضارع منصوب ده فاكرين أن لن كي لام التعليل حتى فاء السببية لام الجحود واو المعية. إذن دول تسع حروف ناسخة، تسع حروف ناصبة للفعل المضارع، إن شاء الله نبقى نتعرض عليهم في مرات قادمة بإذن الله. طب هنا نقابل مين هنا؟ كلمة لتأكلها، اللام هنا للتعليل طبعا، لما قال فرفعت التمرة إلى فيها لتأكلها، دي لام تعليل يعني علشان تأكلها، فهي لام التعليل. انتبهوا، في لام أمر وفي لام تعليل، لام الأمر اللي بمعنى الأمر. لما أقول لك إيه مثلا، إيه لتوحد ربك يا بني، لتوحد يعني وحد ربك يا بني، يبقى هنا لام الأمر. لكن مثلا لما أقول هنا أذاكر لأنجح يبقى لام التعليل. طب هنا رفعت لتأكلها، يبقى اللام هنا لام تعليل، وتأكل فعل مضارع منصوب علامة نصبه الإيه شباب؟ الفتحة. يبقى عرفنا كده الأداة. نيجي بقى للسؤال الجميل اللي هو برضو حنثير زي ما قلنا الدرس عشانه، اللي هو كلا وكلت. أنا هحل السؤال زي ما قلنا وهنتعرض بالتفصيل لموضوع كلا وكلت ده. بيقول كلتا البنتين شكرت أمها، كلتا البنتين شكرت أمها. كلتا هنا طبعا ده مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، ليه بقى؟ مبدئيا كده عشان يعني اللي مش عايز يشوف الباقي، كلتا دي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة لأنها لم تتصل بضمير. يعني كلتا لو اتصلت بضمير تبقى مرفوعة بالألف ومنصوبة ومجرورة بالياء، تعامل معاملة المثنى وتسمى ملحق بالمثنى. يعني لو قلت كلتاهما أو كلاهما كده تتعامل معاملة المثنى، لكن هي كلتا البنتين هي ما اتصلتش بضمير هنا، يبقى تعامل معاملة المفرد. يبقى شباب كلا وكلتا إذا اتصلت بضمير، عشان الناس اللي مش هتشوف الشرح، الناس اللي بتكتفي بس بالحل، بقول كلا وكلتا إذا اتصلت بضمير تبقى إيه؟ تعامل معاملة المثنى، إذا لم تتصل بضمير تعامل معاملة المفرد. عشان كده اللي بعدها قال البنتان كلتاهما شكرتا أمهما، أهي يبقى المرة دي تعامل معاملة المثنى، وبالتالي تعرب توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الإيه يا شباب؟ الألف. في الشرح بقى هنبقى نبين إمتى تعرب حسب موقعها في الجملة، وإمتى تعرب توكيد معنوي. ما أجمل التضحية؟ طبعا ده بقى بيذكرك بقى معلومة يعني يا ريت بقى تكون فاكرها. ما أجمل ده أسلوب تعجب، انتبه، ما تعجبية وأجمل فعل ماضي والفعل مستتر والتضحية مفعول به. دائما المتعجب حطها كده في ملاحظاتك أو اكتب كده يا ريت كده، دايما تعمل كده عندك في صفحة تذكر تذكر تذكر. يا ريت يا أولاد الحتة دي تبقوا تدونوا ملاحظاتكم بالطريقة دي، يعني يا ريت تبقى اعلم تذكر احذر. عارف الحاجات دي بتبقى في الكتب الاجنبيه المترجمه بتبقى ظريفه قوي، يقول لك اعلم وبعدين يعملها لك في دايره كده وحط جنبها شويه حاجات، تذكر وبعدين يحط جنبها كده شويه حاجات، احذر وبعدين شويه حاجات. حتى كمان ده بيساعد ان الواحد يقرا الملاحظات بتاعته سريعه وبطريقه مركزه يعني. طيب بقول هنا ما اجمل التضحيه، يبقى اكتب لنفسي كده تذكر التضحيه تبقى مفعول به. اجمل بالتضحيه طبعا ده بيبقى فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، فاكر انت الكلام ده؟ الباء بتبقى حرف جر زائد والتضحيه بتبقى فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، او ممكن تقولها بالطريقه اللي انتوا عارفينها برضو اللي هي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، منع من ظهور الضمه اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. تحس ان احنا بنحكي حدوته كده. لا كفايه قوي، يبقى مين ارحم؟ يبقى ارحم نقول ايه؟ نقول فاعل مجرور لفظا مرفوع ايه؟ مرفوع محل. طيب قول لي اكشف في معجمك عن كلمه اعجبني، هنكشف عنها في عجبا، باب العين ثم الجيم ثم الباء، لان المعجم العادي يبقى بنكشف فيه عن طريق الحرف الاول والثاني والثالث وان كان رابع بنوجده، واحنا ان شاء الله سنفرد يعني في موضوع او في مره من المرات كده شرح بتاع المصاحب لكل فقره هنفرده للكشف في المعجم، لانه طبعا مهم جدا. حبايب الطلاب اديكم فاصل قصير لنعود لشرح كلا وكلتا والأسماء الخمسة لمن أراد أن يستزيد. أستودعكم الله وإلى اللقاء بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحباب الطلاب. النهاردة بإذن الله عايزين نركز على درسين مهمين قوي، هما درس كلا وكلتا والدرس الثاني هو درس الأسماء الخمسة. ليه الدرسين دول مهمين قوي؟ لأن الحقيقة احتمالات الإجابة فيهم كتير واحتمالات الأسئلة فيهم كتير، وبالتالي احتمالات الخطأ كتير. يعني الممتحن عارف كويس قوي من كتر التصحيح إن الطلبة بتغلط كتير قوي في كلا وكلتا، بتغلط في الأسماء الخمسة.
ومعلش الامتحان الممتحن بيبقى ايه شراني شويه يعني، وبيبقى نيته يعني هو مش شراني ولا حاجه، انا بهزر، هو بيبقى نيته بس تصنيف الطلاب من طالب بيفهم لطالب بيرص وخلاص، او طالب مش واخد باله من القاعده اصلا. درس كلا وكلتا ودرس الاسماء الخمسه سبب الاخطاء الكتيره فيهم ان احتمالاتهم كتيره شباب، يعني تلاقي ساعات كلا وكلتا تعرب حسب موقعها في الجمله، وساعات تعرب توكيد معنوي، ساعات تعرب اعراب المثنى، وساعات تعرب اعراب المفرد. شفت كم احتمال؟ اربع احتمالات، يعني ساعات تعرب حسب موقعها في الجمله، وساعات تعرب توكيد معنوي، وساعات تعرب المثنى اعراب المثنى، وساعات تعرب اعراب المفرد. يعني انت عندك اربع احتمالات لكلا وكلتا، فلازم وانت بتعربها بتشوف الاول دي انهي احتمال رابع. انت ما بتعملوش كده خالص، انت طبعا عايزين الاجابه من الاخر، مش مهم ايه احتمالات، انا عايز الاجابه وخلاص. فشباب لو سمحتوا ركزوا في الحته اللي جايه دي، لانها حته مهمه قوي هنمشي فيها على قاعده، واللي مش هيمشي على القاعده هيغلط ويخسر الدرجه وهو حر. الحاجه الثانيه الاسماء الخمسه نفس الحكايه، اسماء الخمسه برضو سبب الاخطاء فيها ان احتمالاتها برضو كتير. يعني الاسماء الخمسه يا ترى ايه هي الاسماء الخمسه الاول، تمام؟ وبعد ما اعرف ايه الاسماء الخمسه اعرف شروطها عشان تعرب بعلامات معينه. يعني الاسماء الخمسه ساعات تعرب بعلامات مميزه كده، ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء وغير وقصه كده، وساعات تعرب حسب موقعها في الجمله بعلامات اعراب المفرد او المثنى، فغريبه شويه. فاذا يا شباب مصدر الخطر في درس كلا وكلتا والاسماء الخمسه ان هما الاثنين لهم احتمالات كتير. تعالوا بقى نحاول قدر الامكان ان احنا نتغلب على مساله الاحتمالات الكتير دي بايه؟ بعد تركيز طويل وبعد شرح طويل وتجريب طويل مع الطلاب، طلعت بحاجه اسمها الخريطه الذهنيه، هتتعرض قدامكم دلوقتي على الشاشه. الخريطه الذهنيه دي عباره عن خلاصه درس كلا وكلتا والاسماء الخمسه. نمسك الاول كلا وكلتا. كلا وكلتا هنفرعها، ايه اصلا احتمالات اعرابها؟ بقول لك احتمالات اعرابها انها توكيد معنوي باعراب بعلامات اعراب المثنى. يعني ساعات كلا وكلتا تعرب توكيد معنوي وتاخد علامات المثنى، تسمى ملحق بالمثنى ساعتها. يعني ايه يعني؟ يعني ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. امتى الكلام ده يا استاذ؟ امتى تعرب توكيد معنوي وكمان واخد علامات المثنى؟ قال لك تحتها اذا كان بها ضمير ويصح حذفها. يعني في شرطين، اوعى تنسى الشرطين. انا عندي معلومه وشرطين، لو خدت المعلومه بس وسبت الشرطين باي باي على الدرجه، لكن لو خدت المعلومه والشرطين يبقى تمام كده. اهو بقول بها ضمير ويصح حذفها. مثال بسيط احفظه خالص، الطالبان كلاهما مجتهدان. بالراحه، كلاهما فيها ضمير الاول؟ كلاهما، هما ده هو ده الضمير اللي اقصده، يبقى كلاهما. طيب يجوز حذفها من الكلام؟ لازم اجرب. جرب طبعا. الطالبان مجتهدان، على مهلك كده وبالراحه تلاقي الدنيا حلوه، الطالبان مجتهدان يبقى صح، يجوز حذفها. اذا يا شباب كلاهما فيها ضمير ويجوز حذفها، كده تعرب توكيد معنوي. ماله بقى التوكيد المعنوي؟ بيتبع اللي قبله. يعني الطالبان هنا مالها؟ مبتدا، يبقى كلاهما مالها؟ مبتدا مرفوع يعني، يبقى كلاهما مالها؟ يبقى نقول عليه كده كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالالف لانه مثنى ملحق بالمثنى. يبقى الاولاني كده ها حسب موقع دي، اسف عفوا، تعرف هنا عربت ايه؟ توكيد معنوي كلاهما او كلتاهما طبعا تعرب توكيد معنوي بعلامات المثنى. طب الاحتمال الثاني انزل قدامك في الخريطه الذهنيه اهو، حسب موقعها بعلامات المثنى، مش توكيد معنوي بقى، هتعرب حسب موقعها وتاخد علامات المثنى برضه زي اللي فوق، لكن حسب موقعها. امتى بقى؟ لو فيها ضمير بس لا يصح حذفها من الكلام. الاولانيه كانت ايه لو تفتكر؟ بها ضمير ويصح حذفها من الكلام، لكن دي بقى ايه؟ بها ضمير ولا يصح حذفها من الكلام. يعني بص كده اما اقول ايه، الطالبان كلاهما مجتهد، خلي بالك انا غيرته تغيير بسيط خالص، كل اللي عملته ان انا خليت مجتهدان خليتها مفرد، علشان كده هتلاقي كلاهما ما ينفعش احذفها. يعني يا شباب تعالوا ندور نجرب كده، الطالبان مجتهد، بالله عليك دي جمله تنفع؟ ما تنفعش خالص. يبقى إذن الجملة لا تصح. إذن هنا الطالبان كلاهما مجتهد، كلاهما تعرب حسب موقعها في الجملة. معلش مش مهم إيه دلوقتي حسب موقعها في الجملة، المهم يعني مش مهم مبتدأ ولا خبر ولا إيه، المهم الأول أنت خدت قرار هي تعرب توكيد معنوي ولا حسب موقعها، ده أهم قرار. ما تجريش، ما تستعجلش، بقول لك لازم تاخد قرار الأول هي توكيد معنوي ولا حسب موقعها في الجملة، لأن أنتوا حافظين مش فاهمين معظمكم الا ما رحم ربي، حافظين ان كلا وكلتا خدناها في الاعداديه بتعرب توكيد معنوي. لا يا عم مش على طول، ده لها شروط.
يبقى هنا تعرب حسب ما وقع في الجملة لأنه إيه؟ لا يصح حذفها. إذن إذا كان فيها ضمير ويصح حذفها توكيد معنوي بعلامات المثنى. إذا كان فيها ضمير ولا يصح حذفها يبقى حسب ما وقع في الجملة. عارف هنا تعرب إيه بقى؟ مبتدأ تاني. يعني الطالبان كلاهما مجتهد. تعالى نعربها كده إعراب تفصيلي. الطالبان مبتدأ مرفوع بالألف. كلاهما مبتدأ تاني مرفوع بالألف. أيوه مبتدأ تاني ما حسب موقعها. ها والهما ديت ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب ومجتهد خبر للمبتدأ التاني. يعني كلاهما مبتدأ ده خبر جملة اسمية بيسموه في اللغة العربية. كنا خدنا زمان أنواع الخبر، إن من أنواع الخبر إنه مفرد وجملة وشبه جملة، ومن أنواع الجملة إن جملة إيه يا شباب اسمية. أنا مش عايز أطول عليك في الحتة دي، لو أنت مسألة الخبر الجملة الاسمية ديت ملخبطاك ابقى ارجع لها، بس كلاهما هنا ملهاش ذنب. يعني كلاهما انت خدت قرار انها حسب موقعها، خلاص يبقى انت كده فهمت كلاهما. كونك بقى مش فاهم معايا دلوقتي انها مبتدا تاني ليه؟ لا دي حاجه مش مرتبطه بكلاهما، حاجه مرتبطه بالاعراب، حاجه مرتبطه بدرس قديم. فاذا يا شباب الطالبان كلاهما مجتهد تبقى كلاهما مبتدا تاني. طب لو جيت قلت لك مثلا ايه؟ حضر كلاهما الندوه، حضر كلاهما الندوه، واضح ان كلاهما هنا فاعل. اه حسب موقعها في الجمله، يبقى كلاهما هنا فاعل مرفوع بالالف. رأيت كليهما في الحفل، رأيت كليهما في الحفل، يبقى كليهما أنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مفعول به وملحق بالمثنى. إذا يا شباب كليهما مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالإيه؟ بالمثنى. إذا أنا بعلمك لو فيها ضمير ولا يصح، معلش التكرار حلو، أنا عارف إن ساعات الناس اللي ممكن تزهق مني تزهق، يا سيدي ازهق مش صح، أحسن ما تكون أنت مش واخد بالك منه، ها؟ لو حسب لو فيها ضمير ويجوز حذفها يبقى توكيد معنوي. وتعرب بعلامات المثنى. طب لو فيها ضمير ولا يصح حذفها تبقى حسب موقعها في الجمله، ده القرارين. الثالثه بقى ان ما يكونش فيها ضمير. يعني لو لقيتها كلا من غير ضمير، اه بتيجي كتير، كلا الطالبين نجح، كلا الطالبين نجح. اه يبقى كلا الطالبين ما فيهاش ضمير يبقى حسب موقعها في الجمله فورا، كمان بعلامات المفرد. يعني تعرب كمان، ده بص مختلف عن اللي فوق خالص. اللي فوق كان التوكيد معنوي بعلامات المثنى، حسب موقعها بعلامات المثنى، دي حسب موقعها وبعلامات المفرد. يبقى اذا كلا الطالبين مجتهد، اقول كلا مبتدا مرفوع بالضمه، هي دي بقى اللي بيحبها الممتحن قوي. انت واخد بالك يا ترفع بالالف ولا ترفع بالضمه؟ تنصب بالياء فتحه ولا تنصب بالياء؟ تجرب الكسر ولا تجرب الياء؟ مش بقول لك لا احتمالين في العلامات الاعراب. اذا يا شباب مقول كلا الطالبين مجتهد، كلا الطالبين مجتهد، يبقى كده كلا تعرب مبتدا مرفوع بالضمه، بس بنقول عليها المقدره يا شباب لانها تعامل معامله الاسم المقصور، لان بيبقى الالف لا يظهر عليها اي علامه من العلامات. لو قلت مثلا زرت كلا الطالبين، كلا بتبقى مفعول به منصوب بالفتحه المقدره، انتبهوا كلا تبقى ايه؟ بالفتحه المقدره. مررت بكلا الطالبين تبقى ايه؟ ها مجرور بالكسره المقدره. شباب في ثلاث قرارات هتاخدهم، ثلاث قرارات مصيريه لو انتبه لو سمحتم. يا ترى حسب موقعها ولا وبعلامات المثنى، ولا يا ترى عفوا الاول، يا ترى توكيد معنوي بعلامات المثنى، ولا حسب موقعها بعلامات المثنى، ولا حسب موقعها بعلامات المفرد؟ فانا لما اجي اتعامل مع كلا وكلتا عارف ان انا داخل على ثلاث احتمالات، وبالتالي ابدا اقرا الجمله واشوف بقى الثلاث احتمالات دول، مهما بقى يحور لي في الاسئله يطلع فوق ينزل تحت، هم الثلاث احتمالات ما فيش غيرهم. تمام يا شباب. ده بالنسبة لكلا وإيه شباب؟ لكلا وكلتا. وأذكر طبعا إنها طبعا بتبقى توكيد معنوي، لما بتبقى توكيد معنوي بتبقى تابع للي قبلها، عشان ممكن يألف على كده أمثلة كتير. يعني من ضمن الأسئلة المشهورة قوي يقول لك مثلا، فاكر الجملة الأولانية بتاعت كلاهما الطالبان كلاهما مجتهدان، يقول لك أدخل إن على الجملة دي، الطالبان كلاهما مجتهدان، إن الطالبين كليهما مجتهدان، لأنها توكيد معنوي والتوكيد المعنوي تابع. طب لو الجملة الثانية بقى الطالبان كلاهما مجتهد، خلي بالك دي حسب موقعها بعلامات المثنى صح؟ بس مش تابعة كده، كلاهما مش تابعة، كلاهما يتعرب حسب موقعها ملهاش دعوة بالطالبان. شوف بقى لما دخل إن على الجملة الثانية، إن الطالبين ها كلاهما، انتبه أنا في قلت في الأولى إيه؟ الناس اللي بتسرح، أنا قلت إيه؟ إن الطالبين كليهما مجتهدان. غيرت كليهما ليه؟ لانها تابعه، لانها يجوز حذفها وفيها ضمير. طب الثانيه ان الطالبين كلاهما مجتهد ليه؟ عشان كلاهما ملهاش دعوه باللي قبلها،
كلاهما هنا حسب موقعها في الجملة، لا عندها شخصية مستقلة ملهاش دعوة باللي قبلها، لأن لا يجوز حذفها. يبقى هنا تعرب حسب موقعها في الجملة فلا تتبع ما قبلها. فهمنا يا شباب؟ طب لو كلا الطالبين مجتهد مثلا، كلا الطالبين مجتهد أو مجتهدان، هي كده كده كلا هتعرب حسب موقعها في الجملة بعلامات مقدرة. طب لو دخلت عنها عليها إن بقى؟ أقول إيه؟ إن كلي الطالبين، لا يا عم لا لا كده بنألف نحو، ما فيش حاجه اسمها ان كلي الطالبين، كلي دي ما وردتش خالص، اوعى سيبويه يسمعنا ولا مؤسس النحو يسمعونا. ها بقول ان كلا الطالبين عادي جدا، بس تبقى ان كلا الطالبين منصوب بالفتحه المقدره. فخلي بالك دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى مشهوره قوي في الكتب، ومشهوره قوي في امتحانات اللي على النت، او مشهوره في الاسئله اللي في المدرسه او في الدروس. يقول لك ادخل ان على الجمله الاتيه. يا عم انت خلاص فاهم بقى ان هم ثلاث احتمالات لكلا ما فيش غيرهم. اشوف القرار اللي احنا قلنا عليه ايه. برضه من ضمن الاسئله المشهوره في كلا وكلتا انتبهوا، يجيب لك جمله ويقول لك حولها لتوكيد معنوي. يعني ما اقول ايه مثلا، كلا الطالبين مجتهدان، اقول لك حول او اجعل المضاف توكيد معنوي. يعني ايه اجعل المضاف توكيد معنوي دي؟ هو فين المضاف اصلا؟ ما اقول كلا الطالبين مجتهدان، هو فين المضاف هنا اصلا في الجمله دي؟ كلا، ايوه كلا هي مضاف، لان الطالبين مضاف ايه؟ مضاف اليه. طب عايز اخليها توكيد معنوي، يبقى اعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي، اجيب الطالبين في الاول، ما هو التوكيد معنوي بيجي رقم 2. طب لما الطالبين تيجي في الاول، هي كانت مجروره لانها مضاف اليه، طب لما تيجي في الاول بقت مبتدا. انتبه، انت بتنقل حاجه من خانه لخانه، بتنقل حاجه من خانه المضاف اليه لخانه المبتدا، يبقى لازم تتغير. زي ما تكون بتنقل رقم من العشرات للمئات مثلا، لازم قيمته تتغير. يبقى ما اقول ها كلا الطالبين مجتهدان، اجيب الطالبين احطها في الاول بقت ايه؟ الطالبان. تمام، مالهم؟ ها كلاهما مجتهدان. طب تعالى ندور على جمله تانية كده، ما اقول لي مثلا كرمت الفا او كرمت كلتا الفائزتين، كرمت كلتا الفائزتين. طب تعالى نخلي اجعل المضاف اللي هي كلتا، يعني اجعله توكيد معنوي، يبقى اجيب الفائزتين قبلها. طب كرمته، هل يا ترى شكل كلمه الفائزتين هتتغير؟ لا. ليه؟ هي اعرابها هيتغير بس شكلها مش هيتغير، عشان الفائزتين هتيجي من خانه المضاف اليه تتحط في خانه المفعول به. مش كرمته انا، يعني التاء دي تاء الفاعل ايه؟ كرمه فعل ماضي، والتاء تاء الايه؟ الفاعل، مش محتاج انا، يبقى تاء الفاعل، يبقى كرامه والتاء تاء الفاعل. طب اللي جايه بعدها تبقى الفائزتين زي ما هي، بس خلي بالك انها تبقى ايه؟ مفعول به منصوب بالياء، مش مجروره بقى هنا. طب الفائزتين، كرمت الفائزتين ايه؟ ها كلتيهما، الله ينور عليك، يبقى كرمت ها الفائزتين كلتيهما. يبقى خلي بالكوا يا شباب في قضيه التحويل ديت، كل الموضوع مبني على انك انت تدرك بس هي تعرب حسب موقعها في الجمله او هتعرب توكيد معنوي، وتاخد علامه المفرد ولا علامه الايه يا شباب؟ المثنى. الحقيقه ده كان خلاصه الكلام عن كلا وكلتا. انبه اخيرا لو سمحت، خلي بالك في ساعات حاجه بتيجي كلا، انا طلبه كتير جدا لما اجي اقول له مثلا كلا اعرب كلا يفكرها كلا لانه ما بيقراش الفقره. يا جماعه كلا ده حرف نفي لا محل له من الاعراب، كلا حرف نفي وزجر بيسموه كده، فكلا دي مالناش دعوه بيها. وساعات اقول له مثلا ايه؟ ان كلا منا عليه واجب، ان كلا منا عليه واجب. اقول له اعرب كلا هنا، طبعا الطلبه ان كلا منا علينا واجب، انت عارف الطلبه مش مهم يعني شو مش مشكله ايه، هي كده هي شغاله هي ماشيه. يا عم لا، هي مشكله دي كلا، دي اسم ان منصوب بالفتحه الظاهره، ان كلا. فدي كانت ملاحظات على الطريق يعني، فخلي بالك من عشان ما حدش يضحك علينا في درس كلا وايه يا شباب وكلتا. تعالوا بقى نروح للموضوع الثاني بتاعنا النهارده، قلنا الاسماء الخمسه. الحقيقه الاسماء الخمسه يعني الطف شويه واخف شويه من كلا وكلتا، وان كان ليها محاذرها وشروطها برضه. ايه شروط الاسماء الخمسه؟ اولا انا يعني في فلسفه يعني ناس كتير يقول لك هم اصلهم مش خمسه، هم اصلهم سته، كلمه هانو واتحذفت. احنا مالناش دعوه يا جماعه، كلمه هانا دي مش من منهج خالص، هم فعلا اسماء سته، كانوا ذو وفو واقوى ابو وحمو وهنو. هانو دي كانوا بيقولوها كنايه كده، كلمه هانو دي كنايه عن اي شيء، يعني هانو تعتبر زي ما بنقول ايه فلان كده، او كنايه عن اي شيء قبيح مش عايز اذكر اسمه فاقول هانو.
تمام. فكلمة هانو دي بتستخدم عند بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية، لكن مش مشهورة قوي ما بين الكتب النحو الكبيرة اللي هي أو كتب النحو الموجودة المقررة في مصر وغيرها. فسمحت مش عايزين فلسفة كتير، هم خمس أسماء المقررين، مش عايزين نروح للسادس وندور عليه، خلينا الأول في الخمسة عام وبعدين نبقى نتكلم عن السادس. إيه الأسماء الخمسة الأول؟ ذو، فو، فو اللي هي فم يعني، أبو، أخو، حمو، حمو اللي هو أبو الزوجة أو الزوجة. دول خمس أسماء في اللغة العربية، سموهم الأسماء الخمسة لعددهم. خلي بالك ما تخلطش ما بينهم ما بين الأفعال الخمسة مبدئيا كده، في حاجة اسمها الأفعال الخمسة في حاجة اسمها الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هم اللي احنا قلنا عليهم دول، ذو، فو، أبو، أخو، حمو. مالهم بقى يا سيدي؟ الجديد فيهم إن هم بيرفعوا بالواو زي قدامك برضو في الخريطة الذهنية قدامك اهوت، بيرفعوا بالواو، ينصبوا بالألف، يجروا بالياء. يعني بص لما بيرفعوا بالواو بيبقى شكلهم ازاي؟ أبوك، أخوك، حموك، ذو المال، فوك. دي دول في حالة الرفع. طب في حالة النصب بيتنطقوا ازاي؟ أباك، حماك، أخاك، فاك، ها، ذا المال. يعني أغلق فاك. ما تقول لا أخوك الصغير كده لما يجي يتكلم قول له أغلق فاك، اتدرب بقى بالأسماء الخمسة يعني. يبقى فاك، ها، قول له إن أباك جاء، وهكذا يعني. حاول إيه نستخدم اللغة شوية، يبقى أباك، حماك، أخاك، فاك، ذا المال، وهكذا. ديت الأسماء الخمسة في حالة النصب. لكن في حالة الجر بقى، أبيك، ها، حميك، أخيك، فيك. فيك مش ليها في حرف جر، لا، فيك اللي هو بقك يعني، يعني ألقي ما في فيك. يا سلام، يعني إيه في فيك؟ جوه بقك يعني. يبقى فيك أو ذي المال. المهم إن إحنا شفنا شكلهم في حالة الرفع بيبقوا بالواو، وفي حالة النصب بيبقوا بالألف، وفي حالة الجر بيبقوا بالياء، تمام كده؟ طيب بس لهم شروط بقى، هي دي حتة اللعب بتاعت الممتحن بقى، إن لهم شروط خاصة. ايه شروط الاسماء الخمسه يا جماعه؟ لازم هم خمسه برضه، هم اسماء خمسه ولهم شروط خمسه. بص يا عم صل على النبي، اول شرط ان تكون مضافه. يعني ايه مضافه؟ يعني وراها مضاف اليه. يعني لو قلت اخ، كلمه اخ اللي احنا بنقولها لما نتعطر دي اخ، مش كده؟ الحقني يا اخويا يعني. اخ دي مالها؟ ما فيش اسماء خمسه. ليه مش اسماء خمسه؟ علشان ما وراهاش مضاف اليه، ما فيش وراها مضاف اليه. طب لو قلت كلمه مثلا اب، الاب يحن على ابنائه، ما ينفعش. لو قلتها بالميم زي ما نقول شويه ما تنفعش. اذا مبدئيا لازم تكون الاسماء الخمسه مالها، ها، كلها وراها مضاف اليه، لازم يكون وراها مضاف اليه. طيب لو جه المضاف اليه الياء برضه يفتح لها، يعني تكون مضافه لغير ياء المتكلم. يعني لو قلت اخي استاذ، طب لو هي مش من الاسماء الخمسه ايه اللي هيحصل؟ يعني ما ترفعش بالواو ولا تنصب بالالف ولا تجر بالياء، تعرب بعلامات اعراب عاديه. يعني لو كلمه اب اللي احنا اللي فاتت دي، جاء اب حنون على أبنائه، أب فاعل مرفوع بالضمة، لكن جاء أبوك، ها، فاعل مرفوع بالواو. انتبه، يبقى أب هو ده الفرق. ما هو بيقول لك هو ده الفرق، هتعتبرها من الأسماء الخمسة وترفعها بالضمة ولا بالواو، ولا هتعتبرها اسم عادي وترفعها بالضمة. فلازم نبقى فايقين يا جماعة. طيب لو قلت أخي وأبي وحمي، حمي اللي هو حماية يعني، أخي، أبي، حمي، في اللي هي بق يعني، ها، وقلت مثلا كلمة ايه مثلا ذي، لا ذي دايما عمرها ما تيجي الا بالايه؟ الا مضافة، ما تضافش لياء المتكلم يعني. طب اذا تاني لو اضيفت الى ياء المتكلم ايه اللي يحصل لها يا شباب؟ ما تعرفش اعراب الاسماء الخمسة، يعني ترفع بالضمة عادي بس المقدرة. جاء اخي، رأيت ابي، جاء اخي فعل مرفوع بالضمة المقدرة، رأيت ابي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة. معقولة؟ مررت بأبي، وهكذا. يبقى مجرور بالكسر كله بقى هنا يعامل معاملة المفرد العادي جدا. إذن يا شباب شروط الأسماء الخمسة تكون مضافة، لازم أشوف وراها مضاف إليه، ولازم ما يكونش المضاف إليه ده ياء المتكلم، وتكون مفردة. يعني لو جت مثنى أو جمع، حتى لو مضافة لإيه، لو جت مثنى أو جمع ما تبقاش أسماء خمسة. يعني ما أقول الآباء، الإخوان، إخوانك، أهي إخوانك، إخوانك من المؤمنين يحبوك. إخوانك دي مبتدأ مرفوع بالضم عادي. ليه يا أستاذ بالضمة؟ علشان هنا لا يعامل معاملة أسماء الخمسة إنه جمع. طب لو قلت أخواي، أخواي، كلمة أخواي هنا تعرف فاعل مثلا مرفوع بالألف، يعني جاء أخواي فاعل مرفوع بالألف، مع إنها بترفع بالواو لما تبقى أسماء خمسة، هنا فاعل مرفوع بالألف عادي، لأنها إيه يا شباب؟ مثنى. إذا أصبحت مثنى تعرب إعراب المثنى، إذا أصبحت مفرد وغير مضافة أو مضافة لياء المتكلم تعرب إعراب المفرد، إذا كانت جمع تكسير بتعرب بالضمة عادي وعلامات جمع الإيه؟ التكسير.
يبقى كم شرط يا شباب لغايه دلوقتي؟ 3 من 5، 1 ان تكون مضافه، 2 لغير ياء المتكلم، 3 تكون ايه يا شباب؟ مفرده. ذو تكون بمعنى صاحب، ده الشرط الرابع، ان ذو بمعنى صاحب، لان ذو في ذو بمعنى مش ذو بقى اللي هي ذا يعني. ذا بمعنى هذا، يعني ان ذا الحائط، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سبحانه وتعالى، من ذا، ذا ديت اسم اشاره على فكره، من هذا يعني. اذا ذا هنا ليست من الاسماء الخمسه، فتخيل دي لو جبتها في امتحان من الامتحانات قلت لك اعرب لي ذا هنا هي اسماء خمسه ولا مش اسماء خمسه، ممكن تتلخبط. يبقى المعنى يا شباب هو سيد الموقف، يبقى ذا هنا اسم اشاره. مول ذا الحائط ازرق، ذا الحائط ازرق يعني ايه هنا؟ يعني هذا الحائط ازرق ازرق. لكن لما اقول مثلا ان ذا المال سعيد، ان صاحب المال ايه؟ ها سعيد. يبقى ذا هنا اسم موصول، اسم عفوا، اسم من الاسماء الخمسه منصوب علامه نصبه الايه يا شباب؟ الالف. يبقى اذا ان تكون اسماء الخمسه مضافه لغير ياء المتكلم، وان تكون ذو بمعنى صاحب، وان تكون مفرده. اخر شرط اللي كنا لمحنا اليه في البدايه ان فو بالواو وليست بالميم، يعني اغلق فمك لا عادي، يتنصب بالفتحه وتجر بالكسره. كلمه فم بالميم ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره، انما كلمه فاك وفوك وفيك دي ترفع بالالف وترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالايه يا شباب؟ بالياء. يبقى اذا اسماء الخمسه لها ايه يا جماعه؟ نركز كلنا، الاسماء الخمسه لها ايه؟ شروط. لو الشروط اتحققت ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء، لو الشروط ما اتحققتش تعرب علامات الاعراب الايه يا شباب؟ العاديه. احبائي الطلاب، كده درس كلا وكلتا والاسماء الخمسه الحمد لله انت معاك مجموعه من المعلومات دلوقتي الوافيه اللي تجنبك كثير جدا من الاخطاء اللي كثير جدا جدا من الطلبه بيقعوا فيها. فان شاء الله لو فهمت كده تبقى انت فعلا طالب متميز. طب عشان تثبت انك طالب متميز وفهمت، مش انك مجرد سمعت الحصه دلوقتي وتقول خلاص انا فهمت، لان طلبه كتير جدا بيسمعوا الشرح ويقول لك شكرا يا استاذ والله فهمتها لنا والى اخره، بس في الحقيقه ببقى لسه قلقان. قلقان ايه؟ ان انا ما اعرفش الطالب. طب انت لو امتحنت دلوقتي هتعمل ايه؟ طب انت لو جات لك اسئله، انت دلوقتي نفسك، انا جبت اسئله وجاوبتها وشرحتها لك، طب انت بقى، انا عايز اتاكد انك انت لو سمحت فهمت. طب تتأكد ازاي يعني يا استاذ؟ انت هتتاكد ازاي ده انا في مكان وانت مكان وده؟ بص يا سيدي، موقع بنذاكر دوت كوم احنا عاملين عليه خدمه، الخدمه دي حلوه قوي ان شاء الله هتنفعك قوي، خدمه الامتحانات الالكترونيه. اختبر نفسك، يعني انت دلوقتي سمعت درس كلا وكلتا والاسماء الخمسه، اجري فورا على بنذاكر دوت كوم، ان شاء الله هتلاقي في لينك كده خاص اسمه اختبر نفسك، او ممكن يطلع لك اللينك دلوقتي على الفيديو تكتبه وتخش تختبر نفسك. انت دلوقتي سمعت درس كلا وكلتا والاسماء الخمسه، اجري فورا امتحن الامتحان ده مع نفسك. يعني الحمد لله ان لا حد هيقول لك وحش ولا حد هيقول لك حلو، انت اللي هتشوف درجتك، لان الامتحان يا دوبك هتمتحنهم 15 سؤال او 20 سؤال حسب الاسئله الموضوع، هتمتحنهم وبعد ما تمتحنهم هتطلع لك درجتك فورا ساعتها على طول، تلاقي كده بعدها على طول زي تقرير كده باللي انت عملته، انك امتحنت كام سؤال وجبت كام سؤال صح وخدت كام نقطة او درجة يعني، وحصلت على تقدير ايه؟ امتياز ولا جيد ولا ضعيف ولا ايه بالظبط؟ طب في حالة لما اخد امتياز تمام تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر الحمد لله تمام كده، لغاية جيد جدا وجيد ماشي شغال، لكن مقبول وضعيف لا، ارجع اسمع الفيديو تاني لو سمحت. ما هي دي حتة عشان تبقى مطمئن، حتة سريعة بتصحح لنفسك، انت اللي بتقيم نفسك تقييم مستمر. ومش بس كلا وكلتا يا شباب اللي فيها امتحانات على الموقع، لا هتلاقوا امتحانات كتيره ان شاء الله باذن الله. فاحبابي ارجو ان احنا يعني نكون سمعنا وقيمنا ونرجع تاني، لو في لسه عيوب ولقيت نفسي نسبه الفهم قليله شويه عادي اكرر تاني يا جماعه، بالله عليكم مفيش حد بيفهم من اول مره يا جماعه، ده الواحد لما بيتعلم سباحه ولا لما بيتعلم عربيات ولا لما بيتعلم يسوق عجله حتى بيكرر مره واثنين وثلاثه ويقع ويتخبط ويتعور لغايه ما الدنيا تمشي لغايه ما يتعلم. فما تجيش على ماده زي النحو تبقى انت عايز تفهمها على طول. فشباب ارجو سد الفجوه ما بين النظريه والتطبيق، ان احنا زي ما سمعنا وزي ما شفنا وزي ما بتقولوا ان انتوا فهمتم، اجروا فورا على موقع بنذاكر دوت كوم واختبروا انفسكم، ويا رب يوفقكم ويعيننا ان شاء الله نقدم لكم دايما باذن الله كل جديد، كل ممتع، كل مفيد. ايوه لازم يبقى جديد ولازم يبقى ممتع ولازم يبقى مفيد. استودعكم الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.